السلام عليكم. لقيتوني دابا عاد دخلت المكتب البيع، سولت على لي زابارتمون حيت بزاف الناس كيسولوني كيقولوا لي اختي زينه عافاك الا كان ممكن سولي لنا سورتو الناس اللي بعاد، يعني كيبغيو يعرفوا بالنسبه للي زابارتمون واش باقي ولا لا. المهم دخلت دابا عند كريم باش نكون زعما اجور، باش ما نبقاش نقولوا باقي ولا ما باقيش. مشيت تاكدت بطبيعه الحال، قال لي باقي في السفلي زابارتمون دابا اللي دايرينهم اون بروموسيون، راه ما بقاوش زابارتمون، باقي فقط في السفلي. يس السفلي السفليات هادشي اللي باقي صراحه في هاد لي زابارتمون هادو، خصوصا في الشطر التاسع والعاشر. اما لي طرونش الاخرين راه ما بقاوش فيهم لي زابارتمون، حيت الناس كيسولوني واش باقي هكا شي حاجه في الشطر السابع ولا الشطر الثامن. باقي فقط في الشطر التاسع والعاشر وفي السفلي، هادشي اللي باقي. بالنسبه للمحلات التجاريه حتى هما سولت عليهم، قال لي باقي المحلات شي حاجه قليله في الشطر الثالث والشطر الرابع، باقي شي حاجه قليله هادو، وباقي الشطر الثامن. الثمن ديالهم بالنسبه للشطر الثالث، بالنسبه للشطر الثالث والشطر الرابع دايرين بين 12000 درهم و500، وبين 12500 و1500 15000 درهم بالنسبه للمحلات التجاريه. المتر كاري بطبيعه الحال 12500 و 15000 درهم، والشطر الثامن دايرين 13500 متر كاري. صافي هادشي اللي كاين. المهم باقي المحلات في الشطر الثالث والشطر الرابع، وباقي في الشطر الثامن بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش باقي المحلات التجاريه. صافي هادشي اللي كاين، يلا تبارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في المشروع، نشوفوا ان شاء الله الاشغال. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. لاباس بخير. الطاقه ما كايناش، الطاقه ما كايناش. لا والو. دابا وصلنا تقريبا دابا البيتري 50% 50% 100%. لا والو. ولكن فين هو الفطور دابا؟ ما يجي الفطور تجولي 50%. إلا ما طفاش. واليوم راه الصهد. اليوم الصهد. ولا قلتها اليوم بصراحة كاين بزاف ديال الصهد. الحمد لله، الله يعاونكم. الله يعاونكم. اليوم صراحة تلاقيت مع محمد كيدير لابخي ديال العمارات. في العمارات يعني اللي قبل ما يجيو الناس يشوفوا الباقي ديالهم. تنخلو تنشوفوا لي غوماخ اللي كاينين، وتيشوفوا شنو ناقص وتيكتبوا لي هما تبدا نصبوا فيهم. وكيبدا محمد مثلا يصيفط الناس اللي كل واحد الالومنيوم تيجي السلطه يجي نقيدوا مثلا لي روما في الالومنيوم، نقيدوا كاع مثلا الالومنيوم نقيدوهم ونعيطهم الالومنيوم ها لي روما كليان، نقيدوا لي روما ديال السلطه عطيه عليه 108 لي روما كليان. النيميرو ديال لي زابارتومون بليطاج زين، النجار كذلك لقيني شي حاجه شي حاجه اي حاجه راه هي تنصيفطو كل واحد اي حريفي تيجي تيصايب هذاك الشيء ديال مزيان. المهم غير باش ومع ذلك باش يجيو الناس مثلا الى مشى شي حاجه ولا شي حاجه ما عجبتش قال لنا راه تنعاودو عاوتاني تنصيفطو عليه ابخي من بعد، ماشي مشكل. حنا المهم تنديرو باش مثلا الى جا مول الدار ما يلقاش هاد شي حاجه اللي ماشي يقدر يشوف هو شي حاجه خفيفه، يقدر كاين اللي ما تيقول لك مزيان، كاين اللي تيلاحظ شي ملاحظه على الراس العين تنصيبو عليه. المهم غير باش نقول لكم بانه راه كتكون هاد لابخي ريسيبسيون زياره، كيكونوا زعما كيشوفوا شنو ناقص لابارتمون ولا كاين شي حاجه كيصايبوها بطبيعة الحال. ومحمد صراحة كان غادي يبدا بلابارتمون 105 عمار انا ما تديش عليا كان غادي يبدا بالعمارة 105، ولكن حيت انا ديجا صورت العمارة 105 قلت له عافاك إذا كان ممكن تشوف هذه العمارة هذه 108 في نفس الوقت هو كيشوفها، يعني كيدير سميتو الملاحظات ديالو وفي نفس الوقت انا كنصورها. صافي يلا شكرا محمد، تبارك الله عليك. يلا السلام عليكم، مرحبا بكم في العمارة 100 ونتمنى بسم الله توكلنا على الله. هذه اول عماره اولا اول شقه في العمره 108 غادي تدخلوا ليها ان شاء الله نتوما في نفس الوقت كتشوفوها. وطبعاً الحال محمد كيشوف شنو ناقص مثلا هكا، شنو كتشوف في الشراجم محمد؟ صافي دابا كتطلع العين وتشطب تيتحل مزيان، تيجي مشكل كنديرو تيجي يطلع مزيان تيهبط صافي ما فيه حتى مشكل ريزو. لا هذا اللي هما هذا كتشوفهم انت هما نشوفوا شي حاجه ما خصهاش حاجه ديال السيليكون. صافي مزيان دابا صافي واش خصنا تنشوفوا ما ناقصه شي ديجا ولا شي ديجا مهرسه ماشي عندنا شي نشوفوا الهو فور البيت فور البيت هنايا كتشوفوا يعني كدوزوا على لي بارطومون كلهم بحال هكا بوحدهم. اه هنا
مزيان 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 مزيان. انا كنشوف معك محمد غنعاونك ان شاء الله صافي. كيفاش درتيها معنا؟ طبيعه الحال كنت كنديرها معكم. شوف شوف اخي عزيز شوف هذه الحلقه مزيان. شوف لي شوف صافي كتقيد لا العماره لابارتمون و بالمئه في المئه ابارتمون فينيسيو طوريت بانشير. ودابا غادي يجي الصباغه باش نكملوا العماره كامله بحال هكا صافي هكا مزيان. ودابا غتمشي بسرعه ياك حيت بنت ولفتي يعني صافي كتلف عينيك وكتشوف كتبان لك. هادي لابارتمون رقم جوج العمارة 108 هنايا لا كوزين ها هي فيها الكوزينة. هادو بالنسبة لهادو محمد مكديرهمش في الغماخك هاد ها هي لقيت ماسك كوزين ويا هادي وهادي فوالا لقيت صافي مكاينش ما نديرهمش. لا لا شوم دابا انا كندخل بحال شي ما عندو لي ديال شي طاجي طاجي ما كاينش زعما ما كاينش ما حاجه بزاف شي حاجه قليله وصافي. خايبه هي اللي كنشوف ديجا هرسه ولا ولا الصباغه مثلا فات شي حاجه كثيره قايد واحد الدرب اللي قالوا في الفيزيون ديالو. هنايا الشوم شنو بان لك هنايا؟ اه بنيت داخل داخل خويا داخل اه غتبان لك هنا اه بنيت بنيت اه هي شتي تبارك الله عليك راك حاضر ها ولفتي اه دابا هذا كاع ما تبان ليا صافي هادشي اللي كاين في هاد لابارتمون هادي. المهم كنتمنى تكون هاد الجولة هادي شوية باينة حيت في نفس الوقت كنصور في نفس الوقت كن دابا غادي ندوزو ان شاء الله لابارتمون رقم 3 ها هي بارتمون 3 العمارة 108 الصالة
كوزينه رقم 4 هي هادي. ها هو الصالون على ليسا. هو هذا الصالون هنايا لا كوزين. اسمح لي هنايا لا كوزين هنايا لا شومبر. الشومبر الاولى الشومبر الثانيه كيبانو ظلمين حيت ما مازال ما طلعناش الريدو. هذا البالكون هنايا بلاصه ديال البلاكار. وهذا هادي راه جريده هادي في لابارتمون رقم 4 فيها الجريده هادي الصراحه زوينه. هاد لابارتمون هادو اللي كاين في ريد جوسي. شفنا لابارتمون الاولى الثانيه هادي الثالثه ها هي وهادي الرابعه. دابا غادي نطلعوا ان شاء الله للبروميير ايطاج باش نشوفوا 5 6 7 8 مزيان. بروميير ايطاج ديال العمارة 108. باش مزيان هنايا الصالون المراح هو هذا. هادي الكوزين هي هادي الكوزين هي هادي فيها والو. شوف غير البيبان ديال هنايا لي شومبر. شومبر الاولى فيها تيراس. شومبر تانية وهادي لا شومبر تالتة فيها بالكون. بلاصة ديال البلاكار هنايا صافي هادشي لي كاين. ودابا محمد وعبد العزيز راه كيشوفو كيدورو كيشوفو لي ديطاي. قلت لك شي حاجه عبد العزيز؟ ها؟ شنو هي؟ شنو هي اللي ما شافهاش؟ الدجاج مازال ناقصني. فين هي؟ الدجاج. اه ما كتبانش. شتيها؟ شتيها والله ما بانت ليا. لا دابا بالولد صافي. اه لا لا كيبان لك داك الشيء سبحان الله. تجي فوتي يقول لك هنا ياك. لا معدل هذا الشيء.
والله الا دخل لي الدم ديال 100% 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 ديال لا غادي نمشيو ان شاء الله باش نلقاو الوقت غنمشيو نشوفوا ان شاء الله لابارتمون رقم 6 هي هادي هي البارتمون 6 كندخلو كنلقاو الصالون على اليسار هو هذا الصالون هنا هادي لا كوزين ها هي لا كوزين بلاكار فيها لا بيودري هنايا لي شومبر ثلاثة ديال لي شومبر هادي فيها تيراس وهادي شومبر تانية وهادي لا شومبر تالتة هاهي لا شومبر تالتة فيها بلاصة ديال البلاكار صافي هنايا الدوش هو هدا هنايا التواليت غادي نمشي ان شاء الله نشوفو دابا لابارتمون رقم 7 هاهي 7 كندخلو كنلقاو الصالون على اليمين لا كوزين هاهي لا كوزين غادي نمشيو لوكالة خاصة شي زاجة شتي هي هادي نسدو هادي الباب هدا حتى غادي يتسطح أو هنايا لا شومبر هادي لا شومبر لولا هادي لقيت فيها واحد لاغوماركا محمد الزاجة الزاجة ديال الباب ديال الألمنيوم كوزين الشومبر التانية وهادي لا شومبر تالتة فيها بلاصة هدا البالكون وهنايا البلاصة ديال البلاكار شوف هادشي لي كاين هاديك ماشي فيكسي بزاف مزيان هاديك ديال هاديك ديال لا سميتو لا لا هاد باين ماشي مشكل راه كنضربها من الفوق حتى صافي هادشي اللي كاين وهادشي محمد اللي كاين هنايا في الباب هذا هادشي نيتويات ديال غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو لابارتمون 8 ها هي 8 كندخلو كنلقاو الصالون مفاص هو هذا هنايا المراح هادي لا كوزين ها هي هنايا لا كوزين هادي وهنايا لي شومبر لا شومبر الاولى اللي فيها التيراس لا شومبر الثانيه هي هادي وهنايا لا شومبر الثالثه صافي هادشي لي كاين أو الدوش بطبيعة الحال هاهو مخاصو والو داكشي هو هداك الصباغة هي هاديك بانت ليا لابارتمون هادي مكانت حتى شي غوماركة محمد ما بانت ليا حتى شي غوماركة فهاد الباب لا لا هي هادي والله إلا راه كنصور أو كنرد البال من غير تراجم ما جربتهم الصراحة ولكن هكا يعني الصباغه وسميتو وزين هو هذا كاين حتى شي حاجه صافي هادو هما لي زابارتمون ديال بروميير ايطاج ديال عمره 108 غادي نطلعوا ان شاء الله باش نشوفوا دوزيام ايطاج باش نشوفوا 9 10 11 12 دوزيام حلو ولا مزيان؟
دوزيام ايطاج باش نشوفوا ان شاء الله البارطمان 9 10 11 12 غادي نبداو ان شاء الله البارطمان رقم 9 يهدي على اليمن البارطمان سعود ها هي الصالون مراح هنايا لاكوزين ها هو هادي لاكوزين هنايا لي شومبر هادي لا شومبر الاولى هادي الثانيه وهادي الثالثه فيها البالكون والبلاكار هادي ما فيهاش هاديك محمد نعم باش يطيحوش وباش السيله كان شي فويت ولا شي حاجه تيخرج من تما تيطوب هذاك هو الدور دابا ديالي ها بالك هي ما كايناش وصافي دابا غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا لابارتمون رقم 10 هي هذه الطابله رقم 10 ها هو الصالون ديالها ها هو الصالون ديالها هنايا لا كوزين هنايا لا كوزين بلي هذا هدا صغير على شوية ديال فينيسيون ديك الجلدة ديال الألومنيوم تصايبوها إن شاء الله وهنايا لي شومبر هما هي دو لا شومبر الأولى لا شومبر الثانية لا شومبر الثالثة هاهي فيها الباكون فيها والو محمد هادي فيها غير هنايا في لاكوزين هذاك الباب ديال الالومنيوم ديك الجلده ديال ديك الجلده الفوقانيه شتا فوقانيه شي حاجه ملاحظات قليله هذه حتى هي خاصه هذيك ديال لاكين دابا صايبوها صافي هادشي اللي كاين من ناحية اللي جوج صباغه ما بان ليه والو غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو لابارتمون رقم 11 ها هي لابارتمون 11 هادي كندخلو كنلقاو الصالون على اليمين هو هذا الصالون هادي لا كوزين هادي خاصها هذا ديال الالومنيوم صايبو شتو نقيدو كلشي باش يجي يصايبو وشوية د الفينيسيون هنايا هنايا بين هدا و هدا صايبو هدا محمد عفاك الباب ديال الالومنيوم وحتى داك هادشي لي كاين هنايا لي شومبر الأولى الشومبر الثانية وهادي الشومبر الثالثة هاهي هنا بلاصة ديال لاكار هنا الدوش الكوزين هي هادي نفس الملاحظه بالنسبه للباب ديال الالومنيوم الكوزين هي هاديك هادو لي شومبر ها هما
وحدي ولا الشومبر الثالثه. الدوش لا يمكن هاد لاغوماط هي ديال الباب ديال لا ريونيون بحال الاخرى. جميل. بالنسبه لهاد الزليجه محمد اللي كتخدموا به شحال فيه؟ هاد 40 على 40. 40 على 40؟ 40. تيسولوني عليه الناس بزاف. لا 40 40 قال لك يعبروا به. ها؟ كيعبروا به. المهم 40 40 40 40 80 دابا 120 كاين هنايا. ها؟ كيعرفوا باش كيعرفوا شحال المساحه. المسافه باش المسافه فهمتي كيشوفوا الزليج كيشوفوا بزاف يقولوا شحال فيه. دابا هادي هاد الكوزينه هادي راه فيها 120 شتي. وحتى الصالون كيحسبوا به وقيلا الصالون تا هو ايوا هذا كتحسب داك زعما الا كان بدا نمشي نشوف دابا سالينا لي زابارتمون ديال دوزيام ايطاج لعمره 108 غادي نطلعو باش نشوفو لي زابارتمون ديال ديغنييغ ايطاج 13 14 15 16 ثوازيام ايطاج ديال العمره 108. غادي نبداو ان شاء الله بالابارتمون 13 هي هادي كندخلو كنلقاو الصالون انفاس معنا هو هذا لو صالون. هنايا الهول هو هذا كبير. هنايا كولوار فيه 3 شومبر على اليمين على اليسار كنلقاو التواليت الدوش وفاس معنا لا شومبر وهذه لا كويزين. هيا لا كويزين صافي هادشي اللي كاين في هاد لابارتمون هادي. هيا شومبر 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 فيها البالكون ديال الكلاوار. هنايا الحمام هنايا صراحة ما بان لي والو الصراحة. ما بان لي حتى شي حاجة الصراحة في هاد لابارتمون هادي. غادي ندوزو ان شاء الله نشوفو لابارتمون رقم 14 هاهي الصالون وهدا هي لا كويزين وهدا لا كويزين. هادي فيها هاد لا رومارك هادي شوية ديال الفينيسيون ديال الصباعه فوق هنايا هنايا محمد كاين هاد لا رومارك هادي ديال هاد الباب هذا لا يبينهم كهضروا الماستيك والفوق شويه الفينيسيون الفوق ديال الصباع صافي هادي كيما شتي هنا لا غير رومارك ماشي شي حاجه كثيره الصراحه. واحد زيد تا هو كيشوف معنا دابا تبارك الله كيزيد الناس اللي كيشوفوا ما يمكنش ما تزهق شي حاجه. هنايا لا شومبر هنايا علاش دقيقه شومبر الثانيه هي هادي وهنايا لا شومبر الثالثه وهذاك عبد العزيز ولا خاصو شي حاجه؟ لا مزيان هذا البالكون
نخرج ليه واحد الدكه حليتيه. غادي ندخلو كتشوفو فيها ها هو الصالون ديالها هو هذا هو الصالون هنايا لا كويزين هي هادي كوزينه نفس لا ومارك ديال الباب هنايا التواليت هنايا لا دوش هو هذا الدوش هنايا لا شامب وهذا وهذه لا شومبر الثالثه اللي فيها البلاكار فيها ديال الدور تاع اللي خصهم يصايبوها كريسيان بان لي محمد بالنسبه مثلا هاد لا غومارك ديال البيبان اللي كتعاود بزاف بالنسبه لها خص مثلا صافي دير هاد العمره راه فيها المشكل ديال البيبان يعني الا دخل مثلا مولا لي من يوم هاد العمره تقول لي مثلا يدوز عليهم كامل فهمتي زوج هم الباب ما علاش كيطيح هذاك الجوان يكمل الحراره زعما تكون حراره ولا شي حاجه لا غادي نشوفوا دابا لابارتمون رقم 16 هي هادي لابارتمون 16 صالون هو هذا صالون هنايا هذا المراح هو هذا لا كويزين هي هادي بيونطري لي بلاكار هما هادوك وهنايا لي تخوا شومبر هما هادو شومبر الاولى شومبر التانية هادي لا شومبر التالتة هنايا لا دوش وهادي التواليت صافي هادشي اللي كاين دابا حتى شي حاجه فهاد العماره اولا فهاد لابارتمون هادي صراحه داكشي كله هو هذاك وباقي كيجيو يعني نشوفو يعني ماشي غير انا اللي كنشوف انا بالنسبه ليا ما بان لي حتى شي غومارك اللي هي باينه صافي هادشي اللي كاين سالينا لي زابارتمون ديال العماره 108 كنتمنى تعجبكم صافي تان كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم شكرا محمد تبارك الله العمارة الأولى 124 شتي كتبان محمد بديت كتزيان الدنيا هي الدنيا كيما تشوف الصراحة
كتبين. راه خدامين تبارك الله هنايا في الصبيطات باش تبان ان شاء الله هاد الاقامه الاولى ديال الشطر الثامن.